احنا عارفين ان في 7 محافظات ومنهم القاهرة قرروا ان هم يقفلوا بكرة، مفيش مدارس مفيش اي حاجة علشان عندهم تقلبات جوية كثيرة. فبنتكلم على القاهرة، بنتكلم على دمياط، بنتكلم على اسكندرية، بنتكلم على كفر الشيخ، عدد من المحافظات، البحيرة، مطروح، الجيزة، اسكندرية، يعني عدد من المحافظات بكرة قافلة بسبب الطقس السيء، ما فيهمش دراسة. معانا الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ عمرو. أهلا يا فندم. إيه اللي هيحصل اليومين الجايين؟ هو بكرة طبعا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بتشهدها البلاد خلال الساعات القليلة كمان القادمة مع الساعات الأولى يوم الاثنين، خاصة المناطق جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. أما مناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا، فمنذ عصر اليوم وهناك سقوط أمطار على مطروح واسكندرية، وامتدت في فترات الليل إلى البحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الوجه البحري، أمطار متوسطة ولكنها هتزيد غزارتها خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين قرب الفجر، ويمتد تأثيرها إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة اللي تصل بالفعل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 7 درجات إلى 8 درجات، ومع نشاط الرياح في المدن الجديدة والمناطق المكشوفة بيصل الإحساس إلى 5 درجات مئوية. فطبعا نكون حذرين جدا من انخفاضات درجات الحرارة. احنا كنا لسه بنتكلم على نزلات البرد وتشابه الأعراض مع كورونا، بقدر الإمكان نحاول نحمي نفسنا من التعرض لنزلات البرد الفترة الجاية. يعني القاهرة والقاهرة الكبرى بكرة هيبقى فيهم أمطار؟ في أمطار إن شاء الله، خصوصا يعني مع بدايات اليوم في وقت الفجر كده والساعات الأولى الصبح بدري إن شاء الله. هل في أي شبورة على الطرق أو كده؟ لا لا، ما فيش شبورة طبعا، مع سقوط الأمطار ووجود المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا ما بيكونش فيه فرصة تكون الشبورة، ولكن الأمطار هتكون موجودة على الطرق وممكن تنخفض الرؤية الأفقية أثناء سقوط الأمطار، فنكون حذرين طبعا أثناء القيادة على الطريق. الشبورة إن شاء الله مع الاستقرار في الأحوال الجوية اللي هنبدأ نشهده مع هدوء سرعات الرياح من فجر الثلاث بإذن الله. فاحنا عندنا امطار مستمره بكره كله لغايه فجر الثلاث، ويوم الثلاث تبدا درجات الحراره في التحسن. يعني درجات الحراره في فترات النهار تتحسن نسبيا، ولكن فترات الليل ما زالت منخفضه بشكل ملحوظ، انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره بتصل لشمال الصعيد الى 6 درجات مئوية في فترات الليل، مناطق كاترين ووسط سيناء بتصل الدرجتين تحت الصفر، وهيبدأ بقى في موسم تكون الجليد على مرتفعات جبال سانت كاترين. ايه العظمى والصغرى المتوقعة، يعني الافرج او المتوسطات في اليومين الجايين؟ خلال الثلاث اربع ايام القادمين بتتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و17 درجة مئوية على محافظات سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تصل الى 18 درجة على شمال الصعيد و19 درجة على محافظات جنوب الصعيد في فترات النهار. إنما فترات الليل بالنسبة للسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تتصل درجة الحرارة الصغرى ما بين 7 درجات إلى 8 درجات، ومحافظات شمال الصعيد إلى 6 درجات، وجنوب الصعيد إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة لسرعة الرياح يا فندم أخبارها إيه؟ مستمر معانا نشاط الرياح بكرة، عشان كده إحنا بنقول إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة بيزيد قوي بكرة بشكل ملحوظ، ولكن يوم إن شاء الله بتهدأ سرعات الرياح تماما. الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.